السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا الجديد قناة مو جيمين يو. اليوم رجعنا بفيديو جديد عن لعبة مودرن وارشيب. على العموم اللعبة الصراحة سوينا عنها فيديو قديما وصراحة عليها مشاهدات جدا جدا رائعة، لذلك قررت أنه أسوي فيديو آخر عن اللعبة ويكون مختصر أكثر من اللي قبله وشرح جيد عن اللعبة أفضل من القبل. ليش؟ لأن الصراحة بعد ما استمرت على اللعبة فترة افتهمتها بشكل أفضل، فحاليا يعني أحس أنه أقدر أنطي شرح جيد جدا للي راح يبدأ بالجديد باللعبة، فخلوكم ويانا إن شاء الله راح نبدأ الشرح ونتكلم للي يبدأ بالجديد باللعبة. فإذا كنت جديد ويانا بالقناة يا حبيبي فأتمنى أنك تحط لايك وتشترك ويانا، ويلا نبدأ الحلقة. طبعا مثل ما تشوفون اللعبة اسمها من اسمها يعني حرب السفن، فأريد أنطي أربع معلومات مهمة جدا جدا للي يبدي بالجديد باللعبة ويركز جيدا مع هذه الملاحظات. أول ملاحظة هي الإعلانات اللي موجودة عندك هنا، وهذه إعلانات مهمة أو الموارد اللي تأخذها عن طريق الإعلانات. أتوقع أول ما تبدي اللعبة ما راح تظهر هذه هنا الإعلانات، فتقدر تروح على المتجر، من المتجر تدخل على العملات فتلقى هنا هذا عملة وعندك الدولارات أيضا عملة، وهذه الدولارات صراحة ما تحتاج أنه تأخذ أو تشوف فيديو، لأن الدولارات أو الشدات تقدر صراحة تحصلها بشكل سهل جدا جدا، يعني كل مباراة تقريبا تدخل تحصل أكثر من 50,000، فما تقدر فما يحتاج أنه تضيع وقتك لأجل أنه 50,000. عندك الذهب هذا مهم جدا أيضا، الذهب تشتري به السفن تحتاج الا الذهب لاجل انه تشتريها، وايضا تفيدك بالمهمات اليوميه، اكو مهمات ما تقدر تسويها فتستخدم الذهب لاجل انه تغير المهمه على العموم. وعندك هنا بالمواد المستهلكه وهي ايضا مهمه جدا جدا، هذا هنا تاخذ لك اثنين، هذا تستخدمه لاجل انه تطور معدات السفينه، مو بس معدات السفينه انما ايضا مواصفات السفينه مثل المتانه، السرعه، المناوره، السونار، كل هنا ذني تقدر تطورها عن طريق هذه ما ادري شو يسموها عمله او مواد المستهلكه يعني. فهذه هي اربع اشياء، وهنا انا مطلع لك ثلاثه وهي صراحه هي اهم شيء هذين الثلاثه، اما الدولار الفلوس فما يحتاج انه انت تقدر تحصلها بالمباراه. كلاعب جديد داخل اللعبه هذه اول ملاحظه مهمه يجب انه تستخدمها. ثاني ملاحظة انك تدخل هنا راح تلقى السفن، طبعا اول ما تبدأ راح ينطوك سفينة، شيء طبيعي سفينة راح تلعب بها، اتوقع هي هاي السفينة. هاي السفينة جيدة الصراحة ممتازة، بها اثنين صواريخ مع مدفع آلي. البعض اول ما يبدأ باللعبة او هسه بادئ باللعبة الصراحة يدوخ بهاي الاشياء، يعني شنو هذا انا صواريخ مدفع آلي، يمكن يفتهمها لكن شنو هي الافضل افضل بالنسبة لك كلاعب. من تبدأ تجي هنا إلى متجر السفن، الذهاب إلى متجر السفن، فتجي أول ما تبدأ أنت بالجيل الأول، الجيل الأول راح تلقى به هذه مجموعة السفن. أفضل سفينة بالنسبة لك كجيل أول تلعب به الصراحة كجيل أول ما أنصح بالطيران، يعني لا يغرك وجود هليكوبتر وما أدري شنو، حطن على صف هاي هليكوبتر. أفضل شيء أنا أشوف أنه تستخدم هذه السفينة. طبعا هذه السفينة انا اشوفها ممتازة جدا، تاخذ بها وتحط لها صواريخ، طبعا هي ما بها هذه الصواريخ، فانت تروح تشتري الصواريخ، تروح على المتجر راح تلقى هذا الصاروخ موجود هنا بالجيل الاول واللي هو من هذا النوع، هذا الصاروخ 3M54 روسي الصنع. هذا الصاروخ الصراحة ممتاز جدا بحيث ان الضرر الاولي للصاروخ 10,000، بينما هي السفينة دمها كله، يعني هذا السفينة اللي أنا عندي 30,000، فدم السفن بالجيل الأول بين 30 إلى 45 أو 50، يمكن 50 ماكو لكن 45 أنا متأكد موجودة سفن دمها 45,000، فتقريبا هذه هي دم السفن، بينما يجيك صاروخ واحد يوصل إلى 10,000 فيعتبر ممتاز جدا جدا لهذه السفينة. ايضا لو تشوف هنا عندك هذا الصاروخ، طبعا يطلق صاروخ واحد وعندك مكانين مع الصواريخ، فتقدر تحط نوع صاروخين تشتري وتحطها في السفينه مع
راجمتين وما عندك انت طبعا بالجيل الاول فقط نوعيه واحده من الراجمات، فلذلك انت مضطر انه تبقى على نفس الراجمه، بينما عندك الدفاع الجوي هذا ما يحتاج، لان اصلا الهليكوبترات صراحه مو ذاك التاثير بالجيل الاول. فتترك نفس الشيء فقط تشتري صاروخين، هاي مهمه جدا جدا للجيل الاول. ايضا من المعلومات اللي تحتاجها الفلوس او الدولارات يا جماعه لا تهتم بها، يعني لا ترتبط بالشدات انه تخاف انه تصرف على مود تجمع على مود تشتري شيء. يا جماعه بعد ما تتقدم باللعبه راح تصير عندك ملايين. يا الله طفت الكهرباء. على العموم راح تصير عندك يا شباب ملايين من الشدات وما تدري وين تصرفها، تشتري كل السفن تقريبا وتبقى عندك خاصه اذا استمريت على اللعبه. فلذلك لا تتقيد، لا تتقيد بالشدات، وهاي اي سفينه قدامك اشتريها. وايضا من المعلومات المهمه وهاي ثاني معلومه اعتبرها، الاولى قلنا الاعلانات، الثانيه هي انك تنتقل مباشره الى الجيل اللي بعده بمجرد انه تجمع فلوس لاجل انه تتخطى الجيل اللي عندك، انتقل للجيل اللي بعده، لا تستمر على الجيل. مثلا انت هنا بالجيل الاول فتفكر انه تشتري مثلا، تعال هنا فتفكر انه اول ما تبدي تريد تشتري شنو نوعيه السفينه، حامله الطائرات مثلا، انت بالجيل الاول فتفكر انه تشتري حامله الطائرات، تقول اريد مباشره اشتري حامله الطائرات، فتجمع بالدولارات تجمع بها شوي شوي على ما تشتري حامله الطائرات اللي هي باربع ملايين وربع مثلا، او شوف لك اي وحده ثانيه. يا جماعه لا تلعب بهاي الطريقه، هاي اللعبه ما تلعب بهاي الطريقه، لان انت بين جيل وجيل الموارد اللي تجيك تختلف. فمثلا انت بالجيل الاول تقريبا فلوسك توصل 50,000 هيك، يعني ينطوك بالهجمه الوحده او بالمباراه الاولى زين زين ينطوك 50,000، بينما من توصل للجيل الثاني لا يبدي ينطوك 250,000 مباشره، يجوز اقل هجمه، او اذا دمرت مثلا سفينتين او حصلت الضرر مال سفينتين راح ينطوك 250، بينما تقدر توصل الى 500,000 وهكذا. فلذلك يعني مباشره انتقل للجيل الثاني اللي راح يوصل لك. فمن تلعب مثلا عندك هنا شوف لك اي سفينه على قد فلوسك اشتريها مباشره، لا تنتظر الى ان تجيك فلوس مال حامل الطائرات او مال سفينه غاليه على ما تشتريها، لا انتقل، انتقل على قد فلوسك، شوف يا سفينه تريد بس شويه مميزه تشوفها مفيده لك انتقل عليها، لاجل انه تجمع شدات بشكل اسرع، شدات وذهب ايضا. بينما توصل للجيل الثالث، طبعا الجيل الثالث يحتاج حلقه واحده وراح تحتاج وقت طويل يلا توصل للجيل الثالث، فلذلك خلي الجيل الثالث بحلقه مختلفه. على العموم الجيل الاول صراحه راح تقدر تعبره بشكل سهل لان مو صعب جدا راح تقدر تعبره، لكن يجيك عادي هنا الجيل الثاني. خل ارجع الى الاسطول مالتي. من السفن اللي صراحة شفتها ممتازة جدا بالنسبة إلي هي هذه السفينة اللي اسمها أدميرال. ما أقول هي أفضل سفينة، لا مو أفضل سفينة يا جماعة، لكن بالنسبة إلي أشوفها ممتازة، بها 2 صواريخ مع مدفع وراجمة واحدة مع توربيد وأيضا هليكوبتر. طبعا هليكوبترات بعصر طبيعية موجودة بالجيل الثاني. صراحة هذه السفينة أشوفها ممتازة رغم أنه أكو أفضل من عدد، لكن بالنسبة لي أنا اقتنعت بهذه السفينة لأن أول شيء اشتريتها على قد فلوسي، يعني على الفلوس اللي عندي اشتريتها مباشرة. ليش؟ لأجل أنه أنتقل إلى الجيل اللي وراء الجيل الثالث. فمن اشتريتها صراحة هذا الجيل هسه حاليا موجود حدث اللي هو اسمه حدث المرافقة، تجي سفن وأكو سفن وياها حمولة، سفن حمولة هذه لازم توصل للنقطة الأخيرة، فأنت لازم تدافع عنها أو لازم تدمرها، يعني بها نوعيتين. فالسفينة اللي عندي أنا يعني راح حطيت لها، اشتريت لها هذه، اشتريت لها صاروخ نووي، طبعا صاروخ نووي ممتاز جدا جدا لو تشوفوه ناخذ نظرة عنه. صاروخ النووي صراحة الضرر ماله 26,000 وهو تقريبا يعتبر أعلى ضرر موجود في الجيل الثاني بالنسبة للصواريخ. صح هو صاروخ يعني ضرر ماله عالي، ولكن المشكلة انه بسهولة ينصد، وهي صراحة مشكلة هذا الصاروخ، فتحتاج انه تطلقه ويا سفن اخرى، يعني ويا اصدقائك تطلق صواريخ، فراح تحصل فرصة انه تجي بالسفينة، واحيانا تجي بها يعني، اما مقاومات السفينة المقابل تلتهي بالطيارات وهاي فيوصل الصاروخ،
لكن شوية مزعج لأن دم ماله قليل، دم قليل وأيضا صاروخ واحد فينصد بسهولة، مو مثل أكو صواريخ تكون ثلاث صواريخ تطلق مباشرة أو صاروخين فتكون ممتازة صراحة. على العموم وبديت بالجيل الثالث واشتريت أول سفينة يا جماعة. شوفوا الجيل الثالث، شوفوا الجيل الثالث يا جماعة، هاي السفينة اشتريتها الصراحة خرافية هاي السفينة. طبعا هاي السفينة صراحة الروسية ممتازة، شوف شنو مثل ما تشوفون بيها اثنين مدفع واثنين راجمات، وهذا شيء مهم جدا جدا بنتتقدم تكون الراجمات يعني شيء ضروري ان تكون بالسفينة بكثرة، يعني ثلاثة او اثنين شيء ممتاز. وايضا عندنا اثنين توربيد وعندنا هليكوبتر ومقاومة طائرات يعني تعتبر جيدة، ستة مقاومة طائرات، اثنين صواريخ وثلاثة طلق، قصدي اربعة طلق. طيب بدنا نراجع المعلومات، اول شيء الاعلانات، بعدين قلت لكم انه يعني لا تلتزم بالفلوس، حاول انه تتقدم بشكل اسرع باللعبة لان توصل للجيل الثالث. ايضا معلومة للأخ انه بالجيل الثالث لا تستعجل بشراء المعدات للسفينة، يعني انا هذه السفينة انا مشتريها لكن ما مشتري كل المعدات، يعني انا جوزان هذا الصاروخ ما اقتنع به اشتري غير صاروخ، بس ليش الى الان ما غيرت الصواريخ؟ لو تشوفون انه هذا الجيل الثالث ابد ما طورت بها اي شيء سفينة، السبب انه السوق تعال هسه لحظة خليه ادخل للسوق هسه هنا تقول لي متجر معدات تصعد لي فوق يا شباب، ممكن انه تلقى، شوف انه المطلوب يفتح بعد العناصر الجديدة تحتاج توصل للمستوى 20، فانا ما اريد اشتري هسه صواريخ او نوعية وابدأ اطورها، لا انتظر اوصل للمستوى 20 وتطلع لي الاسلحة البقية والصواريخ البقية على مود اختار بشكل جيد انه اشوف الشيء اللي يفيدني باللعبة. فلذلك هاي المعلومة الثالثة انه لا تستعجل بالشراء من توصل للجيل الثالث لا تستعجل. ايضا من المعلومات الاخر معلومة مهمة جدا جدا يا شباب، اللعبة عبارة عن طورين او نقول نوعيتين من اللعب، تقريبا نوعيتين من اللعب، لو تجي هنا تدوس على هاي تلقى انه نوعيتين، اما اونلاين او اوفلاين. من تلعب من الجيل الاول الجيل الثاني توصل للجيل الثالث يا شباب انت تلعب اوفلاين، لا تدخل ويا الاونلاين. ليش يا شباب؟ من تدخل ويا الاونلاين راح تلقى صعوبة باللعب، لان اللي قبلك تقريبا يدخلون وياك كلهم ناس اصحاب خبرة وكلها عندهم تطويرات وشحن ما شاء الله، هاي اللعبة بيها ناس يعني تشحن يعني ناس قدماء جدا، فانت بعدك بالبداية، بعدك ما مطور السفينة، بعدك ما مرتب امورك، فلذلك لا تدخل اونلاين. طور الاونلاين حاليا اترك على صفحة، العب من توصل الى مستوى 20، بعد العشرين بعد ما تحصل وتتجهز السفينة مالتك بالاسلحة الممتازة اللي تشوفها جيدة بعدين ادخل ابدي بالاونلاين، لكن كبداية العب فقط اوفلاين، وهذا الصراحة شيء راح يكون مميز بالنسبة لك وتشوف حلاوة صراحة باللعبة من تلعبها. فخلونا نبدي ندخل جولة، طبعا انا ما اشوف الاعلانات لكن الى ان شاء الله عندي ايضا ان انا حامل الطائرات صراحة شيء ممتاز، خلي ادخل بحاملة الطائرات ونشوف اللعبة من الداخل. حلو مثل ما تشوفون بالاعلان هنا خمس سفن مع خمس سفن، وراح نبدي بالبداية راح نطير الطائرات اول ما تبدي. من تاخذ حاملة الطائرات لازم نعطيك معلومات مهمة، لان حاملة الطائرات تختلف عن لعب البقية، من تنتقل بالحاملة الطائرات يا حبيبي مباشرة راح لازم تتقدم للامام، بس خلي اشوف الامام بالبداية اوكي، لازم مباشرة تتقدم للامام لاجل انه تكشف العدو، من الاشياء المهمة باللعبة انك تكشف العدو قبل ما يكشفك لاجل ان تعرف وين موقعه حاليا، وتقدر انه تدمره بشكل اسرع وتساعد ايضا اصحابك. طبعا شوف اصحابي ايش قد بعيدين عني، وهي الصراحة ما ادري ليش هاي صارت يعني بعد التحديثات الجديدة، اشوف من هنا فانا جزء راح تتفلش عن السفن، لكن مو قصدي الطياراتي، لكن مو مشكلة ارجع على الموقع. لقينا واحدة بس لا يضرب جيد. لحظة جيد
المابيا يا جماعه حيل مزعج صراحه. يعني اكو آه ها ها شوف 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 شنو يمه شوف يا حبيبي اول سفينه تم القضاء عليها. انا اخاف راح راح تضرب الاضواء. جاي حلو 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 يا جماعه. راحت السفينه الثانيه سلم لي. اكو سفينه يمنا سفينه يمنا. يا حبيبي يا جماعه ربعي ما ادري وين اختفوا صراحه. احس واحد قاعد يلعب. يابا ماكو ما قاعد تشحن. ما جاي تشحن. والله ما يفيد صراحة ما ينفع كذا. يا حبيبي احلى انتصار. اربع سفن قدرنا نقضي عليها. عندي اربع سفن نطوني 6 ذهب. طبعا هذه هي الفكرة، تدمر سفن اكثر ينطيك ذهب اكثر. حاليا عندنا الطور المرافق اللي قلت لكم عليه. هذا الصراحة انا اشوف فرصة جيدة لجمع الذهب. تدخل المرافق، تدخل الجيل الاول، السفينة اللي قلت لكم عليها يا شباب. بس حاولوا نطور الصواريخ، تطور الراجمة اذا عندك. طور الراجمة تدخل تلعب فقط انه تدمر سفن، لا تدحق على السفن اللي الحمولة وما شو. مو لاجل انه تفوز، لا، لاجل انه تجمع كلات. الكلات تنطيك ذهب اكثر. فصراحة فرصة حلوة جدا جدا لاجل انه تجمع كلات. بحيث انا تقريبا جولة واحدة جمعت 12 ذهب او اكثر من 12، يمكن 15 ذهب. ايضا اذا بقيت الى هاي الدقيقة انت قاعد تشاهدنا وبعدك ما حاطط لايك، فاتمنى انك تنزل وتحط لايك للفيديو. على العموم يا شباب هذا اللي كان عندنا اليوم، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واذا حابين نسوي فيديوهات اكثر عن اللعبة فاكتبوا لنا جواب التعليقات وان شاء الله ما نخيب ظنكم. لتجنب مرض كورونا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايبو، لايكو، كومنتو، واغسل يديك قبل الأكل وبعدها، ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات.